خلينا نروح لليد ولكن للسيدات، سيدات كرة اليد زي ما حضراتكم عرفوا لعبوا أربع مباريات، حضراتكم عرفنا قبل كده لعبوا أربع مباريات، فزنا في اثنين المعادي والزمالك وخسرنا في اثنين الطيران وسموحة. لعبنا مدينة نصر امبارح والحقيقة فزنا باكتساح، وكانت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي الجزيرة. المباراة خلصت 52-17 كده، النادي الأهلي فاز بثلاث مباريات من أصل خمسة في الدوري. وعايز اقول لكم انه طبعا ده يعني احنا قلنا وشرحنا ليه في هزه شويه في المستوى وليه الوضع كده، ويمكن بعد التقرير هشوفه مع حضراتكم برضه هعيد هذا الموضوع للمعرفه. بس خليني اقول لكم انه الدوري هيقف فتره طويله، الدوري هيقف فتره طويله عشان بطوله افريقيا عندها او المنتخب عنده بطوله افريقيا هتتلعب في شهر نوفمبر من 9 ل 19، هيبقى في توقف طويل يمكن شهرين او حاجه، ودي فرصه كويسه المصابين نصر ترجع، اللعيبه او اللاعبات المصابه ترجع في نفس الوقت، يعني يبقى في وقت ان حتى يبقى في هرمي، بس ده مش هيبقى افيلابل قوي لان هيكون عندنا 10 في المنتخب. بس قصدي اقول ان هو هيبقى في فتره طويله لازم كابتن محمد عادل زولا المدير الفني هيعيد حساباته ازاي يستغل هذه الفتره جيدا في صالح الفريق. كاميرا الابطال كانت موجوده في قلب الماتش، نتفرج على التقييد ونطلع لفاصل وارجع لحضراتكم تاني. استعدادنا لمباراة اليوم، فرقة مدينة نصر فرقة متواضعة، قدرنا ان احنا نستفيد من المباراة النهاردة ان احنا تبقى تجربة لينا وتمرين لينا في يعني يوم ما يضيعش مننا كتمرين. تاني حاجة طبعا ده اخر مباراة وهيحصل توقف تقريبا في حدود شهر ونص، فدي حاجة احنا نستفيد منها ان احنا نقدر نشتغل على اللعيبة الفترة الجاية، نشوف ايه النقط الضعف اللي عندنا نقدر نحلها ونقط القوة نقدر نزودها. فالفترة دي بالنسبة لنا فترة توقف طبعا دي فترة مهمة لينا ان احنا نقدر نشتغل على الناس زي ما قلت لك، وان شاء الله كده بعد فترة المنتخب هنشوف مين اللي هيبقى موجود من عندنا او مين اللي هيبقى موجود في المنتخب، عشان هو المنتخب واخد من عندنا 10 لعيبة، فدي كانت مأثرة علينا الفترة اللي فاتت تأثير كبير جدا، اللعيبة بتبقى راجعة مجهدة، بتبقى بالنسبة لنا ان احنا ما نقدرش نحمل عليهم اكتر ما هم محملين في المنتخب هناك. فالفترة الجاية إن شاء الله هتبقى بالنسبة لنا فترة كويسة إن احنا نقدر نشتغل ونقدر نبين شغلنا تاني الفترة الجاية إن شاء الله. طبعا بنتمرن بقالنا أسبوع على الماتش، ماشيين كويس مع الفرقة، كل واحد بيعمل اللي عنده، بيطلع كل اللي عنده في التمرين عشان نظهر بشكل كويس إن شاء الله. طبعا احنا نركز في الماتش وناخدها واحدة واحدة، كل ماتش بتمارينه تركيزه، بس بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نعمل التعليمات اللي الكابتن بيديها لنا. الحقيقه الفرقه كلها كانت بتتمرن طول الاسبوع، احنا كل ماتش بننزله ان هو اهم ماتش في السيزون، لازم نفضل باستمرار على المكسب ان شاء الله عشان نقدر نحقق بطوله في اخر السيزون. مش حاجه معينه، بس اهم حاجه ان احنا نكون مركزين في التعليمات اللي بتجيلنا من بره، وان احنا نكون مركزين ومدينين للمنافس اللي قدامنا حجم كويس عشان نعرف نأدي في الماتش. لعبنا الزمالك في نص السيزون ولعبنا سموحه، بس لسه ان شاء الله هنكمل بقيه الفرق. قعدنا الاسبوع كله بنتمرن جامد قوي عشان ماتش وكده، والفرقه كلها كانت مركزه في التمارين واستمرنا يعني حلو. ان ننزل مركزين ايا كان بنلعب مين، مش سبيشالي بعد الخساره بتاعت الماتش اللي فات، فخلاص ما ينفعش نخسر تاني، وننزل مركزين في كل حاجه بنعملها ونسمع بس الكلام اللي بيتقال عليه وننفذه في الملعب.